السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من برنامجكم من إيدك أحلى، اللي حنقدم لكم فيه أكلات متنوعة زي ما عودتكم لكن بالنكهة الليبية. اليوم اخترت لكم طبق رئيسي: دجاج محمر في الكوشة على الملح، شربة دجاج بالشعيرية، وسلطة سيزر، وفي الحلو حنقدم محلبية بالزبادي. طبق اليوم الرئيسي اللي حنبدأ فيه اللي هو دجاج محمر على الملح. اخترت 3 دجاجات متوسطات أو صغيرات بالحجم هذا، حنتبلهم تتبيلة مميزة حتعطي طعمة فيهم ولا أروع زي ما عودتكم. عندي في محتويات التتبيل شوية كزبر، شوية معدنوس. الكزبر نحاول يكون أقل من المعدنوس، واللي يحب يلغيه يلغيه. 4 فصوص تومة، بصلة كبيرة مربعات، زنجبيل، فلفل أحمر، ملح وفلفل أسود، وقرفة، وشوية طماطم معجون، وصوص صويا، وعصرة ليمون أيضا اللي يفضل ويحب يضيف نكهة السمن البلدي، حيعطي طعمة مش عادية في الدجاج. تحبي تستبدلي بالزبدة تقدري، تحبي تلغيهم وتستخدمي فقط زيت الزيتون تجي التتبيلة أيضا ولا أروع. حنبدأ مع بعض في تخليط المكونات. مش مقدار بالضبط، لانك انت حتعرفي مقدارك، يعني كميه من الدجاج اللي بتستخدميها، وتقدري تقدري فيها الكميه اللي بتحطيها من البصل ومن التومه ومن الاعشاب. بنحط الملح ما نكترش، لان يعني زي ما قلت لكم حنرتبها وحنستفها في طاجين فيه زوز كيلو ملح، فحتتشرب شوية فقط من الملح. فنحاول نحط ملعقة واحدة بس، هذا المقدار لثلاثة دجاجات، واللي يحب يضيف تلغي الأكل اللي حاولت نعتمد عليه إنه يكون دايت أو خفيف الدسم، بالذات في شهر رمضان الكريم، وسهل الهضم وما يتعبش المعدة في شهر رمضان، فهذا حسب الرغبة. لكن أنا حبيت اليوم نضيف له نكهة قوية شوية ومميزة، ونحط أيضا مقدار 3 ملاعق كبيرة من زيت الزيتون، ونرحي المكونات مع بعضها. قوام كريمي شوية هو المطلوب. القوام هذا اللي تحصلت عليه حنتبل به الدجاج بالطريقة الآتية. الصوص حيكون بالشكل هذا: خلطة التتبيل غنية بالنكهات حنتبل بها الدجاج اليوم. نجيب صفرة عشان تساعدني في تتبيلة الدجاج، ونجيب أيضا سكين، ندير ثقوب في الصدر بالشكل هذا.
رصيتهم كويس جدا على 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 الطاجين. وتوا اهم خطوه باش ان الدجاج يطيب وما يمتصش الملح اللي حطيت عليه اطلاقا مش حيمتصه لي. اول ما نحط الدجاجه معاش نحركها، اول شيء انضم الدجاجه بسيخ او بسلك ونستمر في ربط او ضم افخاذ الدجاج بالشكل هذا. زي ما قلت لك حنحط الدجاج طول على الملح ومش حنحركه ولا سنتي. لو حركته حيخش الملح في الدجاج، تقي وتاكدي ان بالطريقه هذه مش حيخش اطلاقا الملح للدجاج ولا حيجيك مالح. نفس الطريقه نرتب الدجاجه الثانيه نحطها باحتراس لاني انا مش حنحرك الدجاج زي ما قلت لك. نفس الطريقه نحط الدجاجه الثالثه، نراعي المسافات انا مش حنحركها اطلاقا. الطريقه هذه هتخلي الدجاج يطيب اولا بزياده حراره الملح، وحاجه ثانيه ان الملح هيمتص لي كل الدهون الموجوده في الدجاج. الدجاج اكله او من اللحوم سهله الهضم والخفيفه، وبالطريقه هذه هتتخلصي من كل الدهون اللي فيها. نحطها في كوشه درجه حرارتها 200، هنولع عليها من تحت بس ونخليها تطيب على مهلها من ساعة ونص إلى ساعتين. وهيك أني نكون حطيت الطبق الرئيسي بتاع اليوم في الكوشة، وبننتقل إلى شربة الدجاج بالشعيرية. شربة الدجاج بالشعيرية شربة خفيفة خفيفة جدا وسهلة الإعداد زي ما عودتكم، ومغذية في نفس الوقت. فأعدادها مش هياخد مني هل بجاهد ولا هل بوقت. يعني المطبخ لما يكون هيك حتكون ممارسة الطبخ متعة. ننصحك عزيزتي ديما تكون اختياراتك في وجباتك وفي سفرتك في رمضان وغير رمضان متناسبة. هنحط 3 ملاعق من زيت الزيتون، وعندي نحكي لكم على محتويات الشربة. بصل صغير مقطع مربعات، مبشور 3 طماطمات خضر طيبات، شوية معدنوس وشوية كزبر، معجون طماطم، كركم، شعيرية، وكذلك عندي قطع من الدجاج مربع، قرفة، وملح وفلفل أحمر وزنجبيل. هذا مكونات الشربة، بسيطة وسهلة. حنجي نقلي البصل، نقلي البصل وأيضا بنقلي معاه الأعشاب وحنقلي معاه قطع الدجاج في نفس الوقت. حنخلي قطع الدجاج والبصل والأعشاب يتنكهوا مع بعض نستمر في التقليب. ريحة الكزبر والأخضر والمعدنوس مع البصل والدجاج أعطتني نكهة طيبة جدا، أتمنى فعلا أنك تجربيها. اللي ما يحبش الكزبر يقدر يلغيه، أو حتى كان بتحطي، أنا أنصحك تحطي حتى مقدار صغير، حيعطي نكهة مميزة للشربة مختلفة على أي نوع من الشربات دمناها قبل. يعني هذه الشربة معتمدة عندي في البيت، هذه طريقة ماما، نحب نوجه لها تحية. ولكل الأمهات اللي يرسلوني وتابعوني وجه لهم تحية عبر قناة ليبيا الأحرار وبرنامجنا من يدك أحلى. شكرا لأنكم حبيتوا وصفاتي وطبقتوها. قلبها كويس، قلل البصل والتوابل والأعشاب مع الدجاج وتنكهه كويس. في المرحلة هذه نجي بنحط التوابل، عندي نص ملعقة صغيرة ملح، نص ملعقة فلفل أحمر، على رأس الكشيك زنجبيل،
نحط أيضا ربع ملعقة قرفة، نحط أيضا شوية كركم، بنحط مقدار ملعقة صغيرة معجون طماطم. المقادير هذه زي ما قلت لك حسب الكمية اللي أنت بتحطيها أو مقدار عائلتك. يعني المقدار اللي درته اليوم يكفي لأربع أشخاص. ونقلب. ريحة التوابل والقرفة مالية الإمكان. نتمنى فعلا أنك تطبقيها وتعتمديها كشربة خفيفة في سفرة الفطور. نضيف توا الطماطم المعصور هكي، بس ريحتها بسم الله ما شاء الله. فلما ننتهي منها وتكمل حتكون شهية وطيبة وتفتح النفس أكتر وأكتر لأنها من إيدك. نضيف قدر كافي من المية ونخليها تطيب على مهلها وعلى راحتها من 20 دقيقة لنص ساعة تقريبا. لنص ساعة تقريبا سهلة الأعداد زي ما شفنا، ما تاخدش مني هلبا وقت. فنخليها على النار ونمشي الفاصل ونرجع معاكم من جديد نديروا طبق سلطة اليوم والحلو. أهلا وسهلا بكم، رجعنا لكم من جديد. زي ما شفنا اليوم طبقنا الرئيسي كان الدجاج المشوي عليه 2 كيلو ملح. قد تستغربي أختي كيف الملح ما يخشش في الدجاج ويطلعه لي مر. أبدا مش حيخش الملح في الدجاج لأن أنا اتبعت الطريقة اللي شرحت لك عليها. حناخد ملح نرتبه في طاجين ونرصه كويس في الطاجين ونحطه على جنب، ونجي نتبل الدجاج بكزبر، معدنوس، زيت زيتون، فلفل أسود، ملح، فلفل أحمر، زنجبيل، وتومة، وبصل. وإذا كانت حبي تضيفي النكهة حلوة لي تقدر تضيفي ملعقة صغيرة سمن، تقدر تلغيها. وطبعا الدجاج نقبت الصدر متاعه والفخاد وجوانبه، ودخلت فيه كل التتبيلة اللي قلت لك عليها، الأعشاب، حطاتي نكهة مش عادية للدجاج ولا أروع. بجد نتمنى أنك تجربيها ونتمنى أنك تديريها بإيدك الحلوة، وإن شاء الله حتنال رضاك لأنه طبق معتمد في بيتي وناجح جدا. السر في أني نحط الملح في أسفل الطاجين أن الملح حيمتص كل الدهون اللي تنزل من الدجاج. الدجاج من الأول هو من اللحوم البيضة الخفيفة سهلة الهضم، محببة لكل أفراد العائلة الكبار والصغار. ولما نطيبها في الكوشة حتلاحظي في دهون نزلت في أسفل الطاجين، لكن لما أنا استخدمت الملح كل الدهون حتمتصها الملح، وأيضا مش هترجع تاني للدجاج وحيطلع لك خفيف جدا وطري. وأيضا السر إن في الدجاج يطلع لي لحمته متماسكة وجوسي وطرية ولونها أبيض في تنظيفها. نظفها بشوية ليم، بالليم وخل والزنجبيل البودرة، مسحوق الزنجبيل. نغلف به الدجاجة بعد ما نغسلها كويس، وطبعا نخليها من ساعة إلى 2 بعد تغليفتها بالزنجبيل، وبعدين بنمصمصها من الزنجبيل والليم والخل. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية المهمة في إنجاح الطبقة هو أن يعني نخليها تستقطر من كل المية اللي فيها، يعني تنشف تماما. يعني لما بنحطها يعني بنتبلها بنحطها على الملح ما نبيش فيها سوائل ينزلوا على الملح إطلاقاً إلا السوائل اللي بتنزلها الدجاجة نفسها. وهيك لو اتبعتي الطريقة بالخطوات اللي قلت لك عليها يعني حيكون طبق الدجاج المشوي في الكوشة مختلف وغير عن أي طريقة من الطرق الأخرى. أما بالنسبة لشربة الدجاج بالشعيرية فهي أيضاً من الشربات الخفيفة والمحببة والسهلة الأعداد. حاولي ديما تختاري سفرة منوعة سهلة الأعداد ويحبوها كل أفراد عائلتك.
مكوناتها سهلة وبسيطة. عندي بصلة متوسطة قصتها مربعات، قليتها في 3 ملاعق زيت زيتون، قليت معاها الأعشاب اللي هي معدنوس وشوية كزبر، حطيت فيها ملح وفلفل أسود وشوية كركم وطماطم معجون وطماطم أيضا طازة معصور طماطم أخضر، وخلصتها مية وخليتها تطيب على مهلها. هذه الشربة سريعة ولذيذة وسهلة ومغذية جدا. في الأخير عندي إضافة أخيرة لها، أني حنضيف لها الشعيرية وحطعت لها أيضا مذاق وطعم لذيذ جدا. أما بالنسبة للسلطات فاخترت لكم اليوم سلطة سيزر. سلطة سيزر سلطة مشهورة عالميا ومعروفة، مكوناتها سهلة وبسيطة، فيها مذاق محبب ولذيذ، ننصحك بتجربتها وبتنفيذها. عندي مكوناتها، حيكون عندي سلطة خس قصتها عشوائيا بالشكل هذا، توست قصيتها مربعات، وما حاولتش نضيف له لا زيت ولا أي منكهات تانية، فقط حطيتها في الكوشة يتحمر لي، فيه دجاج طيب تبلته بشوية فلفل أسود وشوية ملح، وشوحتها أو لقليتها على طاوة فيها شوية زيت وقصتها مربعات بالطريقة هذه. عندي جبنة برميزان. أما بالنسبة للتتبيلة حيكون فيها مايونيز وخل وعصرة ليم وزيت زيتون وشوية تومة وشوية فلفل أسود وشوية ملح، ما نكترش الملح إطلاقا لأن جبنة البرميزان لا دعوقية فيها نسبة كبيرة من الملح. ملحت أيضا الدجاج وأيضا التوست حيكون مملح، فنضيف مقدار صغير بس من سلطة جميل جدا. وتوا ننتقل إلى طبق الحلو اللي هو محلبية بالزبادي. حندير 0.5 لتر من الحليب،
حاول يكون خالي الدسم زي ما قلت لك. نحاول نعتمد في سفرتنا الرمضانية على أكلات محتوياتها خالية الدسم وخفيفة الدسم. نص لتر حليب خالي الدسم، عندي زوز ملاعق سكر مع ذرف فانيليا، السكر حسب الرغبة والذوق، وعندي زوز ملاعق كبار انشاء، نحل بيا من الأطباق أو من التحليات المحببة والجميلة في رمضان. سبحان الله، حتى لو طيبتها في غير شهر رمضان، في شهر رمضان بالذات حتكون لها نكهة وطعمة محببة. يعني الشهر الكريم كل شيء وأي شيء تديري فيه بيدك الحلوة حيطلع ليه طعم استثنائي فعلا. الزبادي حنضيفه في آخر مرحلة لما تبدأ المحلبية في درجة الغليان وقريب تتقل عندي، نضيف الزبادي، نحرك بسرعة وبنطفي عليه. نتمنى أنك فعلا تطبقي وصفاتي وتنال أعجابك، وزي ما نقول لك زي العادة حتكون من إيدك أحلى أكيد. شكرا، نحب نشكر كل أخت تواصلت معي وكل من بعثت لي وصفاتها على مواقع التواصل الاجتماعي تطبيقها للوصفاتي. فعلا أني معجبة بما صنعت إيدك وبإيدك الحلوة ونفسك اللي أضفى للوصفات اللي أعطيتها لك نكهة أحلى وأحلى. ما ننساش أنني عندي الشربة على النار قريب الطيب، فحنضيف لها الشعيرية مقدار 4 ملاعق كبار، مغذية وحتشبعك بسرعة لأن الشعيرية سهلة الطهي. يعني حتجي تعمدت نديرها تقيلة شوية، تقدر تديريها أخف تنقصي من مقدار الشعيرية. المحلبية بدت تتقل في قوامها، فعلى طول حنضيف الزبادي، علبة زبادي تكفي، ونحرك بسرعة. طعمة الزبادي حتبدأ واضحة جدا في المحلبية. يعني طبعا استخدمت زبادي خالي الدسم، المحلبية أصبحت جاهزة، قوامها تماما زي ما نبي. هذا الشكل النهائي لسفرتنا اليوم اللي كانت فيه شربة إشعيرية بالدجاج. مكوناتها سهلة وبسيطة ومتواجدة في أي بيت، طماطم معصور وبصل وإشعيرية والتوابل متاعها فلفل أحمر وشوية كركم وشوية قرفة وشوية فلفل أسود اللي يحب يضيفها وزيت زيتون وإشعيرية. سهلة وسريعة الأعداد، مغذية ولذيذة وتعطيك شعور بشبع فترة طويلة. أيضا عندنا سلطة سيزر المعروفة بنكهتها ومكوناتها اللي فيها خبز التوست المقطع وليشويتها في الكوشة، فيها مربعات الدجاج طيبتهم بشوية ملح وشوية فلفل أسود، وفيها الخس المقطع عشوائي والصوص اللي حكينا عليه في بداية الحلقة. بالنسبة للدجاج اللي طايب على الملح كان هذا شكله النهائي، مليان عصارة وفي نفس الوقت مص كل الملح، امتص كل الدهون الزايدة الموجودة في الدجاج، فكان طبق خفيف ولذيذ. والأعشاب اللي استخدمناها فيه الكزبر والمعدنوس وإضافة إلى التوابل اللي ذكرناها في أول حلقة أضافت طعمة ونكهة مميزة جدا. نتمنى أن فعلا أنك تتشجعي وتجربي وما تخافيش إطلاقا من الملح وكمية الملح اللي رصيناها في أسفل الطاجين، حتعطيك نتيجة زي ما انت شايفة. وبالنسبة لطبق الحلويات اخترت اليوم التحلية تكون محلبية بالزبادي، سهلة وأيضا تساعد الجسم على الهضم. رغدي أني حاولت ندخل الزبادي في كل في أغلب وصفات الوصفات. عندي نص إيترا حليب، ضفت لها علبة زبادي، كل نص إيترا تقريبا ندير كوبين، كل كوب ندير له كشك سكر،
وكشيك نشي تقدري تستغني عن السكر وتديري عسل مثلا بدلها اذا كنت تحبيها تجي اخف. نتمنى فعلا انك تجربيها وان شاء الله تنال اعجابك. هذا زي ما قلت لكم الشكل النهائي لسفرتنا اليوم. نتمنى عزيزتي انك تجربيه واللي حيكون اكيد من ايدك احلى. وصحة فطوركم ورمضان كريم.